كابتن البريمو وكابتن ابو الدهب. كنت عايز اتكلم على الزمالك اكتر عن مباراه النهارده. احنا كنا بنتكلم في جزئيه وانت اللي اثرت نقطه اداء سموحه النهارده في اختلاف عن مباراته وادائه في مباراه الاهلي، وبالتالي ده كانت نقطه النقاش عن الوضع ده. ماتش الزمالك النهارده، طب شايف ليه الزمالك تفوق وكسب 2-0؟ تفوق عشان في شده في عند اللعيبه، في روح جديده موجوده بين اللعيبه، في دوافع كتير جدا للمكسب. خلي بالك يمكن انا سعيد جدا بالتجربه اللي هم عملوها سواء مجلس اداره نادي الزمالك او المدير الفني او اللعيبه، ان انت النهارده يمكن في حاجه حصلت يمكن اول مره كانت تحصل في الزمالك، ان الزمالك كبير ما بيقفش على حد، اي حد كان مشي من عنده ثلاث. طب هي التجربه كانت مخطط لها لما استشار مش مخطط لها اللعيبه عايزه ايه، ولا وليد الصدفه نتيجه الاحداث؟ اكيد هو اللعيبه بتتمرد، لعيبه عايزه تمشي. لا ما خلي بالك يا فاروق، لما احنا بنتكلم على فريرة وبنقول هو مدرب كويس مش من فراغ، الراجل عامل حسابه لما مشي فرجاني ساسي، لما مشي طارق حامد ابو جبل، هو اكيد كان محضر البديل وحضره بشكل جيد، قدر ينظم الفرقه، يعيد ترتيب لعيبه نادي الزمالك. الحاجه الثانيه يا فاروق، ودي المهمه جدا في لعيبه الكوره، ان لعيبه الزمالك بتلعب بثقه عاليه جدا وما بيلعبوش تحت ضغط، ان انت انزل العب، انزل متع نفسك، فبتلاقي اللعيبه بتادي وبتادي بشكل جيد، اللعيبه في ثقه في الاداء. انا ما بكلمش على سموحه كفرقه، لا انا متعود من سموحه من الفرق اللي انا معجب بيها في الدوري، وكنت انا بقول عليها الحصان الاسود، لكن الاداء النهارده ما كانش على المستوى المباراه، لكن فرقه الزمالك من الفرق الكويسه، فرقه عامله شكل كويس جدا السنه دي. ما انا بقول لك كتر خيرهم النهارده بتلعب باللعيبه الناشئين. لا 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 جابوا لعيبه ولا كان ايوه كان عندك مشاكل اداره، ناديك يناديك وكان مديون لطوب الارض ايوه كابتن، والمشاكل دي المشاكل دي كان ممكن توقع اي فرقه. انا بشوف ان اللعيبه برضه ليها دور في اللعيبه المتواجده يا كابتن، اللعيبه الكبيره بالذات الامن والامان مجلس الاداره لما جه طبعا ماشي، وعندك نوعيه لعيبه برضه نوعيه، انت ما عندكش لعيبه ليه؟ زيزو اما يكون عندك نوعيه زي اشرف بن شاري، مش فايق في كل نوعيه زي اشرف بن شاري، راجل بيفضل ما كانش برضه فايق في كل الماتشات. انا بقول لك العدل، العدل لما تمام. حصل يعني انت مثلا هكلمك بمنتهى الامانه في حته بسرعه، يعني طارق حامد بياخد 20 مليون وشيكابالا بياخد مليون، ده عدل؟ مصطفى فتحي كان بياخد 2 مليون مصطفى فتحي، زيزو كان بياخد 2 مليون والتاني بياخد 20 مليون، بن شرقي اللي هو بن شرقي اللي هو عنده اللي احنا بنقول احسن محترف، هو وساسي ما كانوش بيعدوا ال 13 مليون وده بياخد 20 مليون. كان لازم غصب عنك يحصل كده، لما انت بدات تعيد وتهيكل تاني الموضوع وبدا يبقى فيه المرتبات تبقى قريبه، ربك ما بيحبش غير العدل. بس التصحيح يا كابتن، شيكابالا بياخد المليون ده عشان كان عنده غرامات، معلش بس بياخد يعني. مليون بياخد ولا ما بياخدش؟ نادي الزمالك بيدفع له غرامات. طب لا سيبك من شيكابالا بس عشان بس للتوضيح، مصطفى فتحي ماشي، زيزو مفهوم اللي انت تقصده، ساسي ما كل اللعيبه دي عندها حلول، وكل اللعيبه دي هي ستار لعيبه جماهير نادي الزمالك. بس انت خلاص، انت لما جيت قعدت معاهم بقى في النقطه اللي انا بقول لك عليها دي، المستشار مرتضى قعد مع الناس دي لقاهم بيضربوا في العالي 30 مليون و50 مليون و40 مليون والكلام، لا مع السلامه. فقوى قلبه والجمهور سنده، فقوى قلب فريره، فعشان كده هو الراجل بيلعب باي حد وبيكسب، واللعيبه اللي بتلعب دي جعانه كوره، وكان والتحدي